جولتنا كانت اليوم بالشراكة مع شبكة حماية الطفولة، قمنا بدعوة الشبكة مكونة من النيابة والشرطة ومرشد حماية الطفولة، وكمان عندنا من المحافظة. طبعا هدول الشركاء دورهم في حال تم ضبط أطفال أقل من 15 إحنا بنقوم بتحويل الأطفال إليهم. هلا هدول الأطفال هم بيقوموا دراسة ظروفهم وأوضاعهم وتوفير الرعاية والحماية الكاملة لهم. تم إطلاق الحملة في جميع محافظات الوطن، أطلقناها اليوم الإدارة العامة وشاركتنا الإدارة العامة، وكنا أطلقناها من نابلس لتعزيز صمود مؤازرة أطفال نابلس تنظيم عمل الأحداث فيها. تمام، هلا هاي الحملة بتهدف المنشآت المشغلة للأحداث مشان ننظمها، مشان نعمل سجلات للأحداث، تخفيض ساعة ما يشتغلوا بالليل، كمان في قطاعات إنه ممنوع يشتغلوا الأحداث فيها، القطاعات الخطرة، كمان خلينا نحكي الأعمال البناء، المحاجر، الحمامات العامة في جمع النفايات، وكمان بالنسبة لإنه تحصل ساعات العمل ساعة واحدة. هاي الحملة راح يكون فيها جولات ميدانية، الأسبوع الأول راح يتم ضبط الأحداث، والأسبوع الثاني راح يكون متابعة للمنشآت المخالفة، راح يتم تحويلهم للنيابة. هلا إحنا بالعادة ما بنلجأ للنيابة إلا بحالات الضرورة. وفي كمان عندنا موضوع الأطفال تحت 15 عام ممنوع يشتغلوا منعا باتا، مع صلاحيات المفتش إنه يقوم بتسريح الطفل فورا، على أن صاحب العمل يقوم بتأمين المواصلات له، تأمينها بطريقة مرتبة يعني، وكل هذا.